لعل عادة الخطف باتت وللأسف أسف تكاد أن تكون في منطقة وادي خالد الحدودية عادة عادية ومستنظرة في ظل الأوضاع في الجارة سوريا. ولكن أن يخطف سليمان الأحمد وهو تاجر غنم ملقب بالروس من منطقة السهل البعيدة عن الحدود والقريبة من حلبة وأن يقتاد إلى الداخل السوري، فذلك أمر مرفوض وغير مقبول. اللي تبين اليوم يعني وصلتنا الأخبار أنه الزلمة موجود بالشام وعند الجوية. طيب أنت خطبته ضمن معلش إذا في شيء عليه سلموا السلطة اللبنانية لأنه نحن ضمن دولة. الأهالي الغاضبون قطعوا طريق عام وادي خالد بشرط واحد ووحيد، استرداد المخطوف الأحمد اليوم قبل الغد. جماعة لبنانية خطفوا شاب لبناني ابن وادي خالد وسلموه للسلطات السورية. من هي جماعة لبنانية؟ اللي هن أهل السهل معروفين شبيحة النظام السوري في لبنان. خطف الأحمد قابله خطف 9 أشخاص من الطائفة العلوية، 5 لبنانيين و4 سوريين، وذلك نتيجة لهوية خاطف الأحمد وهو من آل القبو مرافق سابق لنائب طيار المستقبل خضر حبيب. أما في السياسة فماذا يقول الشيخ عماد الخالد إمام مسجد وادي خالد؟ بدي سميها يد التشبيح السورية طالت الأراضي اللبنانية وتم اختطاف مواطن لبناني على الأراضي اللبنانية البعيدة عن الحدود السورية، وخلال سويعات قليلة تم تسليمه إلى الأنظمة السورية، ووردتنا أنباء أكيدة أن أصبح في الداخل في العمق السوري، ليس في الداخل السوري، في العمق السوري. أي تقريبا نعم. طيب. هذا الأكيد. والخطف أما قضية الخطف فنحن ابتداء وانتهاء ضد أي عملية خطف. فاعلية البلدة ومسؤولي الأحزاب فيها في حضور النائب خالد الظاهر تباحثوا بالتطورات وكيفية حل أزمة المخطوف قبل تدهور الأوضاع. احنا الحقيقة ما عنا تواصل مع عصابة تخطف الناس من لبنان وتسلم إلى خارج لبنان. نحن علاقتنا مع الحكومة اللبنانية ومع المؤسسات الشرعية في لبنان من جيش ومخابرات وقوى أمن، وبالتالي نحن عم نتواصل مع مؤسساتنا ومع فخامة الرئيس ومع رئيس الحكومة، واللي هن طبعا وعدونا بأنه بالتواصل مع الجهة اللي خطفته. اختلفت الأسماء لكن الفاعل واحد يعيشه أهالي الحدود هاجسا يوميا عنوانه الخطف. أما أن يصبح الخطف داخل الأراضي اللبنانية وبعيدا عن الحدود وأن يخطف لبنانيين كرهائن فذلك الأمر خطير ومستنكر من الجميع. من منطقة وادي خالد رشا الكرم.